اخوان جات وقت الوداع، دوزنا هنايا تقريبا 6 ايام ولا 7 ايام الصراحه. فين كيفاش مسخين هنا بالله، دوزنا هنايا معاهم زوينه وخايبه. الناس يلا يعمر عبار الصراحه ما غاديين. دابا جات وقت الفراق، حتى ولفنا هنايا، وان شاء الله غادي نمشيو على تنيجه اخرى. ما عندك ما دير يعني، الوقت ما تيرحمش. فين كيفاش، شكرا شكرا بزاف، نشوفو مره اخرى ان شاء الله. وقت ما جيت الفاس هنا راه غادي نجي لهنايا ضروري. دابا جمعت الفاسات ديالي، غادي نشد الطريق ان شاء الله لواحد الوجهه جديده. هاد الفلوغ هذا غادي يكون فيه غير الطريق، شنو درت في الطريق فين جلست، حيت تقريبا كاين 140 كيلومتر اللي كاينين اللي غادي نضرب اليوم ان شاء الله. داكشي باش ان شاء الله نبقاو معانا حتى الاخر. الاخوان وصلت تاونات، هاد المدينه صراحه ناضيه، عجبتني بجد. مدينه زوينه ونقيه، مدينه زوينه ونقيه، والناس ديال الله يعمرها دار. كيف فاش دخلت ليها قلت غادي نتقدا شي لعيبه تخصوني، فما قلت نتقدا تلاقيت مع شي ناس هنايا الله يعمرها دار. راه نبارطاجيو معاكم دابا، هي ضروري جالس تتقدا معانا الله يعطيهم الخير. قلت نتقدا معاهم ونتعرفوا عليهم باش تعرفوا على المدينه. اليوم كتب لنا نتغداو في تاونات مع هاد الناس الزوينين هادو. المهم غادي نتغداو ان شاء الله، وديك الساعة غادي نشدو الطريق ان شاء الله نكملو على الوجهة ديالنا. اليوم كتب لنا نتغداو في تاونات. مرحبا. وبديت تنشم ريحة الشمال، شنو عندك انتينا؟ المهم الاخوان بديت تنشم ريحة الشمال كما كتشوفو هاد الطبيعة هادي. واو الصراحة نادية، كاين واحد الواد انا ديز من التحت، ما عرفتش واش على جاي من ديك البلاصه اللي غادي ليها ولا ما عرفت. المهم كيما قلت لكم هذا الفيديو اللي كنحاول نبارطاجي معكم شي شويه من الطريق، حيت الطريق صراحه كثيره فيها داك الشيء، كثير المناظر، شي حوايج يوقعوا كثار. ولكن فاش نصور لكم بحال كلقطات وداك الشيء يعني تيكون شويه صعيب، خاص تنزل الموطور توقف شي بلاصه تصور. المهم تنحاول نصور لكم بلايصات اللي هما زوينين، وكنحاول نوقف لكم في شي بلايص اللي تلبينت لكم بحال هكا تقولوا واو. هاد الطريق ما بين تاونات والبلاصه اللي غادي ليها دابا انايا سد اسفلو. المهم سد اسفلو في واحد البلاصه زوينه غادي نبارطاجيها معكم. المهم اليوم راه غادي غير نبارطاجي معكم غير الطريق وفين غادي نوصل وعند من غادي نجلس الى اخره. عجبني هاد المنظر هذا الصراحه، عجبني ديال بصح. داكشي فاش قلت لكم بدا نشم ريحه الشمال، شنو عندك انتينا؟ نفاس كنت كنسمع هذيك اللقطه ديال عزيز عزيز وغالي، عزيز وغالي الخاوة، عزيز وغالي. دابا ان شاء الله غنبدا نسمع شنو عندك انتينا. سيري اخوان هاد الباصة عجبتني ديال بصح، واو 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 ناضية. هذوك الناس اللي تغديت عندهم في تاونات الله يعمرها دار الصراحة والله إلا بعد جر. بعض الأحيان كتلاقى مع شي ناس بحال غادي في شكل كون غير انت مزيان وتلاقى مع ناس حسن مني. والله العظيم هادشي اللي كان الاخوان هادشي راه عند التجربه، ورضات الوالدين ودعوات اللي كندعيو الله سبحانه وتعالى طبيعة الحال، ودعواتكم حتى انتم دعيو في التعليقات، دعيو معنا ان شاء الله تيسر الامور هذه ديال التريب، بزاف ديال الحوايج ان شاء الله يتصلحوا يكونوا مزيانين ما يكونوش مشاكل. كنشوف ليه كتلف ليا الهضره، عرفتي ليه هو الناس ساكنه في الجبل ومتفرقه، ماشي داك تجمع ساكنين دوار كي يكونوا عندنا حنايا يعني. لا كلها ساكن في بلاصه، كلها ساكن في بلاصه ظالم والله العظيم لبيخ يعني. عجبني عجبني هنا، وقفت نسرح وخليت الموتور تيبرد واحد شويه بما نكمل الطريق. في الاول ديال الطريق كان الطريق شويه صعيبه، كانت محفره وانت غادي يبديك 40 ولا كذا 50 كاع. دابا الحمد لله الطريق راه مزيانه، دابا ما كاين اي طحان. لا قلت حرة ماشي هي 100 ولا هذا نشد دير 60 كدا و 50 صافي. هادشي اللي كاين الاخوان، هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين بركة، وصلوا بخير وعلى خير. سولي الاخوان تنعاود لقيت شي بلاصة اخرى هكا نبارطاجيها معاكم. صراحة الطريق كلها هكا غادي متكي على هاد الصاك هذا. سولي الاخوان قربت البلاصة اللي غادي ليها اللي سد اسفالو. تصادفت مع واحد المنظر اللي عجبني الصراحه ناضي، وهذا الشيء هذا ما معروفش في المغرب ما فهمتش علاش. بلاصه ناضي ناضي ديال بصح، واحد الجبل بشكل وتيبان ناضي صراحه هذا عجبني عجبني كيما تشوفوا فيه دابا، راه ما يمكنش واعر واعر ديال بصح. اخوان دخلت واحد الطريق
المهم دخلت واحد الطريق دابا اللي هي الصراحه صعيبه، كنت ندير فيها واحد 30 دقيقه استقطا ندير فيها ساعتين ولا ساعه ونص، مع اخر شاصه بكري من فاس وكشي باش غادي نتعطل، ما كنتش داير بحساب هاد الطريق صعيبه. قالوا لي هذوك الناس اللي جلست تغديت عندهم قالوا لي راه غتلقى الطريق صعيبه الوطن، قالوا لي غتلقى الطريق صعيبه واحد شويه ولكن بالموتور هانيه. صات صراحه صعيبه نيت ديال بصح، ما فيهاش قدرون، فيها غير الغيس، والغيس ما كاينش ولكن قاصح صراحه صعيبه ديال بصح، خص تمشي فيها غير بواحد 30 ولا 20 يعني غادي تعطل ديال بصح. دابا خصني نمشي. المهم الطريق راه كتصوب، انا تنسحابي واش باقا دايره بحال هكا، صات راه كتصوب يعني ان شاء الله قريب تكون مصوبات علو المكشور هاد البلاصه يعني دغيا ما تلقاوش مشكل. صراحه هاد الطريق دابا كتبان صعيبه ولكن نتوما دابا الا جيتو من ورا هاد الفيديو هذا غتلقاو التصاوبات وسعداتكم. وصلنا البلاكات اللي تنعتس اسفالو انا واخا شي براسه ندير زعما ديك القاع زايدين داك التخربيق. المهم ها هو سد اسفالو 5 كيلومتر تقريبا باش بعيد من هنايا، المفترق ديال الطرق هو الطريق اللي كنجي معاه هي هادي، كانت شويه مكرفصه كي راه تيصاوبوا فيها داك الشيء باش، وهادي الطريق ديال اسفالو لي مصوبه كتبان غادي نمشيو معها دابا. صراحه هادشي هنايا زوين، دابا ان شاء الله غنشدو الطريق لهاد البلاصه ديال سد اسفالو وكتشوفو تمايا ونشوفو الطبيعه كي دايره ديال تمايا ونشوفو الناس. يلا راكم معانا باش نطيح لي كاميرا شوي. واخيرا وصلنا سد اسفالو. اسفالو ضربت 140 كيلومتر اليوم باش نوصل لهاد البلاصه هادي، واه لكن صراحة كتستاهل صراحة ناضية، غادي نتسركلو هنا عليا اليوم، عادي راه تلفت وخدها فهمت. المهم غادي نمشي دابا لواحد لوطيل كاين هنايا غادي نجلس فيه غادي نستراح، هاد لوطيل دابا غنبارطاجيه معاكم ان شاء الله. غادي نحط الماتيريال ديالي، غادي نشارجي داكشي اللي بغيت تشارجا باش غدا ان شاء الله بينا نجيو لواحد البلاصة ناضية ماشي هنايا، ولكن فواحد البلاصة اللي يمكن الصراحة واعرة ديال المهم كيجيو الناس هنايا يتسرقو زيد ربي تصيبو هنايا. أنا وصلت دابا أسفالو، وصلت لوطيل هنايا اللي كاين سد أسفالو، دابا راه حطيت الحوايج ديالي هنايا. المهم غادي نستراحو ديك الساعات وغادي ندير واحد الفيديو غادي نهضر فيه مدرا على الطريق من دوزو وعلى البلايص اللي دوزو منهم وعلى هاد البلاصة هادي. المهم واحد شوية ونكمل ليكم.